نحتاجك وباش نحكي وما فيهاش نتاع كلمه وكلمتين. شنو اللي مخبيته وشنو اللي باش تعدي؟ عندي اغنيه شعبيه اي او من التراث، نجم نقول تراث، ما عنديش الشوا توا، يا التراث يا جديد شعبي، راهو الكل شعبي. نحس مسؤوليتي هنا، انا مسؤوليتي وقت اللي تبدا اغنيتي الخاصه لازمها تكون تونسيه. انا ما تلوموش عليا، انا نعشق الاغنيه الشرقيه، لكن انتاجي مستحيل كان غنيت بلهجه غير اللهجه التونسيه. دونك هذيك مسؤوليه وذيك نتاعنا، هذيك باش يقعد لنا في تاريخنا. كيما نعمه، كيما عليا، كيما الناس اللي غنيت الاغنيه التونسيه قعدوا معناتها اخزر، احنا توا قاعدين بريسك حكينا عليهم اكثر من اللي حكينا على رواحنا، ما احلاهم. دونك عندي اغاني مازالوا معناتها مع عبد، مع نور الدين الكحلاوي فما اغنيه ولا تنغنيها لك مثال. يلا هذه الانتاج اللي باش تعديه نورمال، هذه باش نهديها لك تسمعها تتفهمني على حتى ما نسمعها. انا قلبي كبير ومعايا ربي، نعمل في الخير شنو ذنبي؟ انا قلبي كبير ومعايا ربي، نعمل في الخير شنو ذنبي؟ حاسدني الغير حسبه ربي، حاسدني الغير حسبه ربي. أنا قلبي كبير ومعايا ربي. الله يمحليها الأغنية. سجلتها هذي؟ هذه سجلتها ان شاء الله وعديها اونكو، قاعده تحضر. شو ما احلاها الاحساس اللي فيها، خاطر شعبيه ما احلاها، خاطر هالكلمه قريبه للقلب، وخاطر نور الدين كحلاوي زاد انفس كما في الميكله كما في التلحين، زاد عنده الاحساس نتاعو. هنا تحسني نغني وفما نور الدين وراي. صحيح، فما موجود الاغنيه ترى فيها هو موجود نور الدين. صحيح صحيح. وشنو اللي قلت لي باش نزيدو نطمعو اكثر من ساي؟ شنو فيهم اغنيه؟ شنو فيهم اغنيه؟ بضيعه كيف في سهر الليل، هذه اغنيتك. لو ديو مع اشرف يرحمه. امين ياسر نحبها. يا ضيعه كيف في سهر الليل، وعشق الظلام اخطاك من تتبيعه، كل ذئابة سابقك الخيل، وانتي فريسة سهلة فلوجيعة. يا ضياعة كيف في سهر الليل، عشق الظلام أخطاك من تتبيعه، كل ذئابة سابقك الخيل، وانتي فريسة سهلة فلوجيعة. حب الملاهي شاغبك والليل هو صاحبك، حب الملاهي شاغبك والليل هو صاحبك، والمر عبا كاتبك، وانتي هنية في السهر وليعة، وانتي هنية في السهر وليعة. اوه هاو محليها، بالحق معنا والكلام نتاعها والمساج اللي في الغنية. بشير ولد صالحة، هذه الكلمات بشير ولد صالحة نعرفه، خاطر سبق تعرفت عليه مع عدولة. دونك مع اي انتج اي عاد العمل الغنية عدولة الغالي من عليه مولا بيتي يقولوا. يعطيك الصحة، شرفتي، عيشك يا كوثر، عيشك، قديش ما احلاها. ان شاء الله موفقة، ان شاء الله نشوفوك ناجحة، ونشوفوا الايام القادمة حفلة كبيرة اللي تكون فيها انت راضية عليها، سورتو انك انت تكون راضية عليها. ميرسي بوكو.
محليها ساعة المتعة معاك كوثر. أنا احنا اصحاب وفنانين دونك قاعدين في الدار، احنا ما في بالناش بالتلفزة تصور ولا اي نسينا ربحنا شوية ومعجيجين نفسر المحلي في الماكلة والريحة البنينة. متعة معاكم، ميرسي فوق توت ليكيب، محليكم محليكم تحملتونا هكا. تحملني كيفاش والله ليلي عملنا فيهم بالغنية ما حفلة اليوم مش ماتينال، عملنا حفلة شيخنيهم بالغنية شيخنيهم ولا شكون ما يحبش الغنية والجو. يعطيك الصحة يا سمية، موفقة إن شاء الله. عايشك يا كوثر، ميرسي بوكو. احنا مع بعضنا فقرتنا اللي من بعد كوان ديكو. كوان ديكو بيان سور باش تكون معنا لارشيتيك دانتيريور هودي بوميزا. صباح النور. بونجور. صباح النور كوثر. لاباس الحمد لله يا ربي يديك الحمد. الحمد لله. دونك باش نحكيو على لي دريسينغ اللي الناس الكل يشغلوا يشغلهم بالهم يجيو باش يعملوا دريسينغ باهي في الدار، سورتو كي تبدا لابارتمون صغير كيفاش يعملوا هالدريسينغ، كيفاش يختاروه؟ باهي كوثر، بالنسبه ليا اني الدريسينغ مانيش باش نحكي كان دريسينغ كهو، كارونجمون. باهي. كيفاش نعملوا دريسينغ والا رونجمون افيكاس في الدار. انت والدار. انت والدار مش مشكله، دار صغيره دار كبيره فما لي سوليسيون. باهي. المهم انه احنا معناتها في وسط الدار نخمو في الرونجمون كاول من الحاجات اللي معناتها الاولانيين كي نجيو نخدموا الدار نتاعنا. خاطر احنا نخدموا تقصد في البني معناها؟ في البني اي. معناتها ملون خذينا على بارتمون. معناتها خذينا نحاولوا نلقاو لي سوليسيون. باهي. مي اذا كان من الاول بكل ملي خذينا لي بلون ماذا بينا نخمو في الـ في الـ في الرونجمون نتاعنا في كل حاجه وين مش نحطوها وين والاستعمال انت والاستعمال نتاعها ومعناتها. وقبل ما نبدا نحكي على كل زون شنو لازمها، اليوم اخترت 3 زون مش نحكي عليهم. نحب هكا نصيحه صغيره اللي عرضتني برشا برشا انه احنا كتوانسه نشريو ما نحبوش نلوحو، دونك التري حاجه مهمه على الاخر على الاخر. دونك ماذا بيك تنصاب صحيت هذه بالحق عندنا في التوانسه. مي مش كل شيء الحاجه اللي تعدت عليها عام واثنين سي عام هذيك بالنسبه للجديده اما حاجه تخرج لك حاجه تقول لك هذه عندها 20 سنه 20 سنه نعطيوها لغيرنا نبيعوها نلقاو معناتها 20 سنه ما استعملتهاش برشا كوثر. علاش اول نصيحه ما نخبيوش الحاجات كيكا وحنا ما نستعملوهاش. توا معناتها توندونس انك تزين دارك، تزين دارك وتعبيها تلقى انت كان المشاكل، انت كامراه وكعائله كامله مش تلقى كل مشاكل، كان مش تنظف مش تلقى مشاكل، كان مش معناتها ريت ابسط حاجه نجم انت تكون عندك الحاجه هيك وتمشي معناتها مكثم انك عندك برشا حاجات معناتها ما تفيقش بها ما تفيقش بها تمشي تشري تعاود تشري مره اخرى. ابغ سا وين جيت تنظف دارك ولا تولي لك معناتها ريت الواحد ساعات تخلصوا من الزيد والقربج القديم. هذه نصيحه كبرى انا بالنسبه لي نصيحه هايله معناتها الحقيقه معناتها والطاقه السلبيه قالت شيرين صحيت بالضبط الطاقه السلبيه القريب تاع الطاقه السلبيه صحيت بالضبط. حاجه اخرى كوثر قبل ما نبداو نحكيو على الليدريسينغ انه بالحق يلزم المراه معناتها تقعد وتخمم في انه كل حاجه في بلاصتها معناتها شنو نقصد معناتها اي حاجه مش تستعملها في الدار تخلق لها الاسباس نتاعها دونك تخلق لها الرونجمون نتاعها هكيكا حتى وكين تتمد ترجع لبلاصتها حتى الفامي الكل حتى الكوجينه عندها الرونجمون نتاعها تمشي لبيت البانو عندك رونجمون لبيت البانو بالضبط كل حاجه مش حتى كان هكيكا معناتها وتو نزيدوا نحكيو في حلقات اخرين مي مثلا ما عرفش انا البيوندوري مهمه السيلي مهمه معناتها احنا توا ريت نلاحظ الا احنا جارنا كبار ماهمش صغار راهو يا كوثر صديقهم مش ديما تلقى معناتها اغلب معناتها ريت فما برشا ديار كبار اي ومام تو مش عاملين حسابهم الحاجات كيف هكا نقولوا معناتها مش الديار الصغار نحكيو الديار الباهيين ما تعملش حساب فهمت صحيح. من اهمهم نحكيو مثلا على الدريسينغ دونتري انا راه الدار معناتها
ما فيهاش دي سينغ دونتري الحقيقه ناقصه حاجه. ناقصه حاجه مهمه على الاخر. على الاخر. معناتها يلزم معناتها المهندس والا الاركتيكت ولا الاركتيكت دانتيريور والا معناتها معناتها المراه ولا الدار فهمت يلزم تخمم في دريسينغ دونتري. وبربي معناتها بالنسبه لي دريسينغ دونتري مش معناتها مش نعبيو فيها لي فاليز فوق بعضهم صحيت دوسييتنا اوراقنا فهمت دريسينغ دونتري مجهوله لشنو معناتها هي نحكي هكا ونفهموها مجهوله انت تدخل دارك تعلق كبوت صغير كي طالع علق صحيت يجي كانفيتي يلقى فين يعلق البيس نتاعو معناتها انت استخير معايا معناتها انت مستدعيه معناتها ديزانفيتي كل بيست محطوطه في بلاصه معناتها شنو انت السباس اللي مش تقعد فيه وشنو معناتها ليديال انك تخلق معناتها مابل دونتري الا تنجم سوا ليك سوا لي زانفيتي نتاعك تعلق فيه مثلا عندك زاده رونجمون للسبابط أي. سي اي في كاس على الاخر معناتها تصور انت احنا بلادنا عندنا المطر والطبعه وكل شيء تصور انت انسان داخل ويدخل بك بك الحاجه هيك معناتها بصباته لاخر الدار شنو انت باش تربح معناتها دونك ليديال انك تخمم تعمل دريسينغ وين فما رونجمون تاع صبابط وين فما تعلق الكاب مش زاد كل صبابط هكا محطوطين مرميين صحيت صحيت ساعات نجي داخل الدار قدام الدار ولا شليك صبابط باختو دونك هنا حتى لك انت معناتها كيف ما قلنا طاقة عينك باش تشوف حاجة صحيت معناتها وجه الدار وجه الدار اي دونك مع بعد اذا كان حبينا ندخلوا في الاستيتيك فما برشا حاجات مزيانين راهو في الدريسينغ دونتري الا تزين لك ليسباس الا تعطيك ما يزيدش الفونكسيونيل يزيد الوهره للدار وتعطيك معناتها الحاجه معناتها تبدا منظمه وفي بلاصتها هذا بالنسبه للدريسينغ دونتري بالنسبه للدريسينغ والغونجمون الثاني الا بالنسبه لي اني لازم نخمموا فيه مليح مليح شامبر بارون شامبر بارون ديما اي انسان يجي يخدم بيتو هكا يقول اي عندي البارتي هذه باش نعملها دريسينغ دونك ما يحسبش حساب انهم هما زوز انه راهو رونجمون زوز راهو يلزمك تخمم فيه معناتها فما باش الشتاء باش الصيف احنا نقولوا معناتها اسباس الاكتيف والباسيف اللي هو الحاجات اللي ما تستعملهمش ديما ديما دونك خبيهم الفوق مثلا في الباقشي الفوقانيه ولا يعني انت كي تحسب حسابك تجي تقول انا دريسينغ زوز ونص ليا والراجلي وتبش الصيف وتبش الشتاء في البني كي تاخذوا حاضر البيت ما يقراوش حساب انه باش تحط دريسينغ جمله صحيت اذا كان حطيت الفرش وحطيت حاجه تلقى روحك تلقى روحك ما تلقاش كيفاش تحط الكبر نتاع من الحاجات انت كي تجي تشري لازمك تخمم في الحاجات هذيا وتشوف الاسباس نتاعك اسكو يساعدك ما يساعدكش انت حسب انت ومعناتها واستعمالك خاطر راهو من بعد انت في وسط الدار وين تجي تحط حاجه ما تلقاش فين تحط انت بيدك ماكش مش تبدا مرتاحه صحيح حتى كي باش تخسر فلوس وتزين معناتها ومعناتها تركز مع الديكوراسيون باش تلقى روحك ديما ملاليس دونك نخمو في انه انت من الاول بكل تعمل حسابك اذا كان الاسباس صغير نشوفوا كيفاش لي سوليسيون باش انه نخلقوا اكثر رونجمون في الدار وفي البيت هذيك اذا كان مش صغير بيان سور لهنا نحكيو على لي شامبر شامبر دريسينغ اللي هما توا حاجه تاخذ العقل معناتها فما برشا دي سوليسيون فما وفيهم حتى اللي تجيبها حاضره ايه يعملوا انستالاسيون كها يعمل معناتها نعمل كابين كامله عرفت اي بيان سور هي توا حاضر بمريتها بمريتها بكل شيء الدنيا محلاها توا ولينا تعرف كوثر الديتاي نتاع الديتاي خموا فيه راهو كي نحكيو الديتاي معناتها تعليق طويل تعليق قصير كبابت تبش معناتها مثلا نتاع شتاء نتاع صيف الاكسسوار الصغير الكبير البارفان الصبابط الساك معناتها الديتاي نتاع الديتاي نخمو فيه حسب انت والبزوان نتاعك حسب وين انت صحيت بون نقول لك حاجه كوثر شويه بركه هما راهو اوزل ليهم هما مزيانين على الاخر وراهو زاد انت تنجم كي تعرف مع شكون تخدم تلقى شكون يعمل لك دوزاج وقتها تولي تخلي الشامبر وحدها للنوم مثلا فيها حتى شيء صحيت وتخلي البر كيد عندك ليسباس اي سي سا معناتها نعملوا الشامبر وحدها والدريسينغ وشامبر دريسينغ وحدها فهمت واخر حاجه باش نحكي عليها اليوم رانا ما كملناش على حكايه الرونجمون فما برشا حاجات نجم نحكيو عليهم أفكار صحيت هي بيت الصغار
باهي اليوم اهم باش ناخذ لك في خاطرك ونحكيو على بيت صغار كي تبدا صغيره. اي تبدا معناتها ريت كي يبدا عندنا اسباس صغيره وما تقولش لا انا ما لقيتش فين نحط ولا ما لقيتش كيفاش نتصرف، راه فما برشا دي سوليسيون. راهو الدريسينغ توا معناتها مثلا ريت معناتها مش نعمل الفرش تولي الدريسينغ تاخذ فيه هكا اللوطا لي رونجمون. اي ابار لونجمون في الدروج هكا صحيح نجم حتى نعملوا على الكونتور نتاع نتاع التدلي عجبتني على فما برشا موديلات اي ياسر مزيانين محليها. تبدا منها تابل دو نوي منها غونجمون منها غونجمون من فوق تلقى بعد فوقها خيمه هكا وين يقعد صحيح مثلا سي سا فهمت تهبل كريتها. ما تقولش ما تقولش ما فماش لي سوليسيون، لي سوليسيون موجودين سوا كبيره سوا صغيره سوا فيها معناتها صغير واحد سوا زوز، يقعد انت كيفاش انت باش تخمم فيها. والمهم اللي باش نحكيو فيه معناتها اليوم انك بالحق تخمم انه هو اباغت باش الجوي نتاعو وين مش يتحرك، عنده معناتها الصغير عنده الكتب نتاعو وين مش نحط الكتب، ما نقولش هذه بيته وبعد تبدا انت هاو شريت الفرش هاو شريت هذيك وماكش عامل حساب كل حاجه وين مش تتحط وكيفاش مش تتحط وحسب انت والكونتيتي اللي عندك. كان صغيرك عنده برشا جوي مش تخلق اكثر اسباس للجوي، كان صغيرك معناتها كبر شويه في العمر ما عندناش علاش فترة كيكا برشا وبعد يتنحاو الجوي وكل شيء. دونك سي سا هذايا نصيحتي لليوم انه بالحق الرونجمون ليفيكاس سي كل حاجة في دارك مهما كانت صغيرة يلزمك تخمم لها في بلاصة وتحطها في بلاصتها. فوالا يعطيك الصحة وسيرتو النصيحة الأولانية نحيو القربج كما قلت لكم صحيح فرغوا الحاجة ما تقولوش هذه حاجتي بها هذه نتاع تفكرني في كذا هذه تفكرني في كذا نحيو الزايد الكل الكل مش هكاك الدار تحس روحها هكا تنفس مرتاحه وي ميرسي هدى عايشه يا كوثر عايشك ميرسي كيتشن هاوس عايشك ميرسي انت على الكوجينه نتاعنا المزيانه عايشك يا كوثر عايشك ان شاء الله نهارك زين وانت زيد جيجي خرج الكيك خرج الكيك سالي واو شبح لك كوثر شفت خلي يبرد توا لازمو يبرد كومبليتمون بعد نديموليوه الرافيولي تسمطها زيدا الرافيولي سمطها وتوا هذه لا كريم باش نصبها فوقها ونحط فوقها موتزاريلا وندخلها للفور تحب نصبوها اي نصبوها انا استنى في الكيك الاخر الكيك الاخر ما يصيرش نجم نصبوها باهي تسقيوها بالقدي بالقدي هاي كلها فور اليوم هايل ياسر بنينه انا ذي نحبها اي بيان سور اوكا انا البارح انت ما عطيتنيش من الكريب ليه بالحق بالحق ما عطيتنيش بالكريب ما ذقتش الكريب لا نعاودها لك نعاودوها كيفاش شكل الغزره اللي عملتها لي توا شنو؟ غزرتي غزره نتاع هو اش قاعده تحكي؟ بهذه الصوص نتاعنا نعاودوها شعني نعملوا؟ هذه الصوص نتاعنا اسمع نخليوها صوص معناتها جاريه شويه اي باش هي تشربها بالكدا ونرشوها بالفرماج واو وندخلوها للفور بتاع دري يجين على 180 حاضر درجه حاضر كل شيء فيها حاضر هذايا باش تذوبك الجبن يعطيك الصحه استنى الكيك نتاعي الجبن طيبه هي ديجا الكيك هاي قريب تشرب شويه الصوص وبدا يلا نخليك من انت تحط هذه في الكوشه ونمشيو لفقرتنا اللي من بعد اللي هي صحتك اهم فقرتنا صحتك أهم مع ميد بوانتيان الموقع الطبي الوحيد في تونس اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخو معاه موعد بالانترنت. معنا دكتورة شيراز حسن طبيبة الأنف والأذن والحنجرة. صباح النور وصباح الفل خير. مرحبا شكرا بيك. على الاستضافة مرحبا. دونك موضوعنا اليوم الغدد اللمفاوية في الرقبة اللي هي المعروفة بالولسيسة ولسيسة يقولوا أي لطف عليكم الكل. هل الولسيسة هذه يحكي لنا ساعة شنية هي الولسيسة ومنين تجي؟ هما الغدد اللمفاوية في الرقبة وفي البدن كل شبكة مربوطة بأوعية لمفاوية زادة باراليل للأوعية الدموية واللي هي الوظيفة نتاعها هي تابعة للسيستيم ايمونيتير نتاعنا واللي هي وظيفتها الدغان يعني تجيب لي كور اترونجي والجراثيم الكل وتشارك في تصفيتهم. دونك في الرقبه فيها مهمه برشا معناها مهمه برشا 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 خاطرها هي سان بروميي رولي معناتها كيما نقولوا استراحه اولى في انتشار كو سوسوا
البكتيريات ولا الفيروسات والا حتى الخلايا الخبيثه. دونك هي ديما يعني كي نلقاوها هي تعطينا الطريق للي قبلها. دونك سي تري امبورطون. هما في الرقبه برشا على خاطر عندنا معناتها ان سيستيم فاسكولير تري ديفلوبي في الرقبه. دونك وعندنا الخشم مدخل من برا الفم معناتها ناكلوا ونتنفسوا وكل شيء. دونك هما برشا على خاطر باش يشدوا لي كور اترونجي ولا الجراثيم اللي داخل فيه باش تدخل الجراثيم. اي هما معناتها الغدد اللمفاويه كيفاش باش نفيقوا بهم؟ عندنا دو فولي معناتها كي نفيقوا بهم لازمنا نفيقوا بهم. كي نلقاوها الورسيسه شنو نعملوا باش نقدموا؟ عندها علامات باش نفيقوا بها؟ هي اغلبيه الاحيان تجي الام تجيب صغيرها خاطر سي تري فريكون عند لي زونفون. راهو عنده كتله في رقبته راهي كعبوره طلعت ولا فما علامه معناتها تظهر طلعت كعبوره معناتها تظهر كعبوره هذيك علاش يقولوا ولسيسه هي كعبوره ولسيسه هات لازمها تهزوا للطبيب هذيك هي معناتها لو بارون ولا لا بيرسون فاقت. مي احنا نجموا وقت اللي يبدا عندنا التهابات ولا عندنا ولا حتى غده درقيه فيها علامات والا الغدد البزيق فيهم اشكال نبعثوا اون ايكوغرافي. ليكوغرافي نجموا وقتها نلقاو ولسيسات وقتها نوليو نربطوا يا اما الاشكال اللي عندنا اللي احنا طلبنا عليه ليكو ولا السكانير ولا حتى الياغام نربطوه بالولسيسه هذيك معناتها علامه زايده. دونك هذيك سي اون ديكوفيرت فورتويت ونجموا نلقاو طبيب هو اللي يلقى الولسيسه في اطار فحص شامل. العبد عنده يا اما لا قدر الله ان كانسير يا اما حتى اون سامبل انفيكسيون معناتها غريب صغيره اوتيت عنده التهاب في لسانه في الغب نتاعو في سنيه مشاكل السبب هي كنا لا مش السبب هي معناتها هي نلقاوها في الاكزامان هذاك سي اون ديكوفيرت نتاع طبيب وقتها لازمنا مش عامله علامه معناتها تنجم ما تقدرش ما فيقش بها هكا ما تبانش المريض مازال ما فيقش بها خاطر ساعات يجم معناتها الى بالب بالكدا باش يلقاها والا العبد ما يجيبش خبره يقول لك حتى شيء. وقتها لازمنا نقدموا اول حاجه يفوا ان اكزامان كون سي اون ادينوباتي سيرفيكال ولا سيسا في الرقبه لازم ان اكزامان او ار ال. علاش؟ على خاطر عندنا باش نشوفوا الاخشيه نتاعنا في الانف والحنجره وحتى في الاذن فيهم شي التهاب فيهم شي انفكسيون فيهم شي زاده حاجه تتشبه التومور. وقتها سي معناتها نلقاو علاش عندنا ولسيسه معناتها هذيك واكثر واكثر حاجه في تونس احنا نخافوا منها هو لو كونسير دو كافام هو ورم خبيث في ورا الانف اللي هو لازم منظار باش نفيقوا به واللي دي معناتها ياسر يعمل ولسيس هو. دونك ياسر معناتها كي نلقاو ولسيسه عند ان جون ان جون في انتر 10 و 15 عام باسكو وقتها والا ان ادولت دو ا بارتير دو 30 عام لازمنا نعملوا المنظار باش نفهموا الحكايه باش نلقاو ولا ما نلقاوش معناتها خاطر نتهني. وعندنا زاد تصير عند الصغار برشا اقل لا اون جينيرال انتر 10 و 15 معناتها لو جون ادوليسان وبعد لاج ادولت وهو لو بروميير كانسير ان او ار ال في تونس معناتها احنا اوني ان بي انديميك نتاع كانسير دو كافا. هذاك علاش نحب ننبه اللي هذه حاجه لازمنا نلوجوها معناتها بالنسبه للورسيسات معناتها كي بها ما نقولوش هذيك شنو هذيك شنو اول حاجه ما لازمناش نتفاجعوا على خاطر تجم تجي على سويت دون انجين سامبل دون اوتيت سامبل. اي التهاب في الانف والرقبه يجم يعطي ولسيسه بسيطه باش تمشي بعد ما ناخذين الانتيبيوتيك وكل شيء تمشي على روحها تجم معناتها ولا حتى فيروس عادي. اما اللي قلق هو اذا كان الولسيسه قعدت اكثر من ثلاثه جمعات وقتها باش نوليو كيما قلت لك نعملوا ان اكزامان او ار ال فيه اندوسكوبي وساعات كيما نلقاوش حتى شيء نقدموا نوليو نعملوا ايكوغرافي باش نشوفوا هي ولسيسه وحدها ولا لا حجمها كبير ولا لا فيها ماده والا لا زيد البلايص نتاعهم على خاطر كل بلاصه في الرقبه تعطينا فكره على وين الاشكال. دونك سي تري امبورطون كيفاش هي يعني هي يابسه مش يابسه حاجات هكاك يعني اللي يابس حاجه دور حاجه دور تعطينا على الكونسير حاجه توجع تعطينا على الانفكسيون هكاك. دونك ونعملوا تحليل دم باش نشوفوا فما شي فقر في الدم كبير فماشي حاجات توحينا على تيوبركلوز غونغليونير في تونس زاده سنين الاخرى فعلا 10 سنين الاخرى عندنا ياسر تيوبركلوز غونغليونير اللي هو السل نتاع الغدد واللي هو قاعد يجي
ماهوش معدي من عبد العبد، راهو من الحليب الماهوش معقب، خاطر الحيوان عنده خاطر الحيوان ماهوش مريض، فما كما تعرف برشا اشكال في التعقيم وفي بيعان. ودغنيغ ما صار تعليق قرب لك كبيرة، اشكال كبيرة سمعت بي. اما هو موجود عندنا، تعرف ملي ناقريت قالوا لنا اللي 40% من الشبتيل التونيزيان اتان دو توبيركولوز، معناتها ايماجين توا مع عدم الرقابة وكل، راهو فما يعني عدوى كبيرة كبيرة كبيرة. ساعات راهو ما فيقوش، معناتها مش فورسيمون لا فامي تشري حليب من عند الحليبي، لا ساعات تشري غوتا، تشري بايزون باتي في غوتا، تخيل معناتها سي غاف، معناتها هذه دونك هذه مشكله كبيره وفريكونس كبيره من نلقاوها. من بعد معناتها ثلاثه حاجات مهمه كما فسرت لك يعطيو الوالسيسات في الرقبه، احنا عندنا المشكل هذا في صوره ما تاكدنا سي موجودة الولسيسة هذه، هي موجودة معناتها هي تتنحى بالدواء ولا يلزمها اوبيراسيون؟ بيان سور، احنا اذا كان كيما من الاول لقينا معناتها اللي عندنا انفكسيون، عندنا فيروز، عندنا حاجة سامبل، دونك باش ياخذ الانتيبيوتيك، باش ياخذ الانتي انفلاماتوار ويتحسن وتوفى الحكاية. إذا كان لا قدر الله لقينا حاجة اون ليزيون كارسينوماتوز، دونك ديريكتومون باش يولي وقتها لازمنا نزيدو نثبتو، إذا كان نزيدو نثبتو في الولسيسة ونحيوها. نحيوها ونحلوها. دونك عمليه. عمليه جراحية. ساعات بالنسبه للكونسير دو كافام ناخذ تحليل من الكافام، وناخذ مرات كون سي با سوفيزان ولا كون سي با كلير ناخذ تحليل من الورسيسه. مرات يبدا عندنا الورسيسات برشا، مش كان في الرقبه، في الصدر، وساعات في الابدومين، وساعات تحت الابدومين، في البدن الكل. وقتها نوليو نخمو في حاجه اخرى اللي هما لي لانفام. لي كانسير نتاع الدم، هما لي كانسير نتاع الغدد للانفام، هذوما مجموعه هما معناتها يجتاحوا الغدد اللمفاويه الكل، معناتها ويبداو عندهم دي كاركتيرستيك، يبداو كبار وبرشا، وكيما قلت لك في الرقبه وفي الصدر، وساعات يبدا معاهم سخانه، ساعات يبدا معاهم انمي كبيره، ساعات في التحليل الدم نلقاو دي زيليمون اون فافور، ساعات يبدا فما حكه، فما دي ليزون كوتاني زاده، دونك هذيك اشكال كبير، هذيك اوبليغاتوارمون باش نحيوها الورسيسه، على خاطر حاجتنا بالورسيسه كامله باش نجموا نحدوا الخلايا. مش حتنجح، ما فيهش مشكله، لا تتنحى، هذيك ديغنوستيك، هي ماهيش صعيبه، ماهيش مخطره، ماهيش مخطرة، هي معناتها في أربع دراج العملية وكل، لكن مش هذاك الإشكال، الإشكال في أنه نحيو الورسيسة كاملة باش نجمو نحلوها بالكدا. من بعد إذا كان فريمون عرفنا سي اون لوسيمي، معناتها من أنواع ولا لانفوم، من نوع من أنواع اللانفوم، وقتها باش نعملوا أن سكانير للبدن الكل، باش نعملوا ستاد، معناتها خاطر ستاد 1 2 3 نتاع على حسب هذاك باش لو تريتمون، لو تريتمون دي لانفام اون جينيرال ماهوش شيرجيكال، إلي شيميوثيرابي، إذا كان ساعات ناسوسي معاها راديوثيرابي، دونك هذايا معناتها من أهم الحاجات اللي تفجع معناتها من الأول وكل شيء. بيان سور كيما قلنا لي كانسير، كانسير دو لا لونغ باغ إكزومبل، بوتيت راجل دو لا سكونتين يتكيف ونلقاو عنده ورسيسة، فريمون أون ساشارن، ما نخليوش رايض، معناتها نعملوا لي زيكو، نعملوا سكانير، نعملوا المناظير، نشوفوا حتى الأحبال الصوتية، معناتها ما نخليوش رايض على خاطر عندنا ياسر خوف من الكانسير دو بومون، وخاطر فما ورسيسات نتاع الصدر يجمو يجيو في الغدد، معناتها لي كانسير نتاع البومون يجمو يعطيو ورسيسات في الرقبه. وفما سارتان كانسير في الابدومين، استوما ولا كبده ولا كولون، يجمو يعطيو فما ذا غونغليون دو تخوازي ورسيسه على اليسار، تنجم تطلع حتى من كما قلت لك من الصدر والا من الابدومين. دونك هذيك زاد تعطينا على ان نلوجو ونوليو نعملوا لي زوندوسكوبي وفيبروسكوبي وكل شيء نكملوا وقتها. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على التوضيح هذا، ما تستهينوش بحاجات بسيطة تقولوا لي حتى شيء، راهو تنجم تكون نتج على حاجة خايبة وكبيرة اللي تنجموا تتفاديوها، كيما تلقاو حاجة بسيطة وتاخذوا الدواء وتاخذوا الدواء. معناتها زوز حاجات لازم العبد يعدي يكونسلت ويعمل منظار ما يستهينش وما يتفجعش. فوالا، يعطيك الصحة دكتورة، ميرسي بوكو مدام شيراز حسن طبيبة الأنف والأذن والحنجرة، إن شاء الله نهارك زين. عايشك. ونمشيو لفقرتنا اللي فيها الطاقة الإيجابية مع شيراز نصيري. شيراز النصيري، صباح النور وصباح الطاقة الإيجابية. عيشك.
اكتمال القمر موضوعنا اليوم. اي اكتمال القمر عنده حكايه، عنده تاثير علينا. عنده تاثير، عنده تاثير. احنا حكينا قبل اللي احنا دخلنا لفتره زمنيه جديده، اي اللي هي من بدايه من فيفري 2024، اي اللي هي باش تدوم 20 سنه. الفتره الزمنيه التاسعه العنصر نتاعها نار، دونك باش تكون من الاول طاقتها ثقيله شويه. يعني كان لاحظنا نحن مارس افريل شويه اللي طاقته يعني ثقيله نوعا ما، حتى على الجانب الصحي، حتى على الحوادث، كان سمعت كان حاجات كي من هكا، يعني اسرار خرجت، عباد سمعت عليهم حاجات. لكن عندنا طاقة اكتمال القمر اللي تعدى هذية، اللي تعدى لو 24 ولو 25، مو احنا قلنا راهو حتى في السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالأيام البيض. الأيام البيض هو يقصد الأيام اللي هي يكتمل فيهم القمر، اللي يكتمل فيهم القمر. وصانا أن اللي نجم يصيم فيهم، خاطر الصيام ما يريض شوية، إذا كان ما نجمتش تصيم ف آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، مش معناها ما تتكلمش، هو الصيام سيدنا زكريا، لكن الوقت ذاك حتى كان عبد يعاركك، عبد يكلمك، عبد يحاول يستفزك، فأنت ماكش هوني جملة مش في صالحك بالكل بالكل أنك أنت تجيو. إيه؟ الوقت ذيك زيدة كيف كيف الوقت كان، تعرف اللي تعدى توا الناس كل يعرفوه، انا حكيت عليه كان كي تعدى طبعا. إيه؟ باش الناس باش نقول لكم الحاجات اللي محلاها اللي جايتنا. دونك سيتي رينا فيه برشا مشاكل، رينا فيه برشا اشاعات، ورينا فيه دونك تعدى صعيب، تعدى صعيب على الجهات الكل، التشخيصات الطبيه الغالطه، العمليات اللي ما مشيتش بالكدا. توا يا سيدي طاقة اكتمال القمر، ما وهذا سيه هو اكتمل في العقرب اللي هو برج مائي معروف. دونك اواخر الطاقة السلبية الكلها نتاع العام هذا، باي باي الطاقة السلبية. توا سيه ريت ابارتيغ دو 29، ريت ال 29 بالضبط 29 افريل احنا داخلين في الزمن الذهبي نسميه. يا ربي هذايا اللي عنده عملية تجميل يحب يعملها أبارتيغ دو 29 سيي. اللي عند أبارتيغ عندك بالضبط بالضبط نعطيك من ال 29 حتى آخر ماي طاقة جميلة جدا إن شاء الله. اللي عنده باش يبعث مشروع ينجم يبعثه توا، اللي عنده باج فيسبوك، باج انستغرام، تيك توك يحب يعملها بوغ لا كوميرسياليزاسيون، أنه يزيد يروج المنتوج ولا يبعث مشروع، فهو الوقت المناسب جدا. باهي برشا. اليوم شنو نعملوا؟ اليوم نهار الجمعه، عندك هاو الويكاند كامل، حكينا فيه ديجا انا وياك، عندنا الويكاند كامل باش تزرع لك الشجره. اي شوف ازرعوا شجره صغيره. باش ناخذ جاد عندنا. خذ الجاد والا تزرع شجره. مثلا سيترونيي قارصه صغيره ولا حاجه، ما يسالش حتى في بو كبير، حتى اللي ما عندوش جنينه في بو كبير، وانوي شنو تحب انت. هو وقت اعاده التوكيدات ان شاء الله، اعاده الامنيات، تمنى الخير، تفاءل خير، فأكيد ربي باش يستجيب. طاقات الكون كلها بدات تستقر توا الحمد لله، حتى كان سمعت راهو فما حاجات ولا شويه توترات، فهي عادي باساجير للاخر. توا سافا، توا باش تولي تشوف. انا فرحانه برشا لجماعه الامتحانات الوطنيه الحقيقه ان شاء الله، اللي هو باش يوتيهم الوقت هذايا جدا، ربي ينجحهم ان شاء الله لكلهم ان شاء الله. بي شنو اخر لازمني نعمل؟ النجم نقص شويه من شعري. نعرفوها هذيا. فوالا دونك باش نعملوها من اليوم حتى لنهار السبت، تنجم تحفف شويه من شعرك، تزرع شجره وتعمل الامنيات نتاعك، تتجدد الامنيات نتاعك للكون، لله يعاود يسمعك من الاول جديد. ان شاء الله. تعمل لك الصلاه التفريجيه، حتى كان ما تعرفيش انت الصلاه التفريجيه، تقول يا ربي ازل عنا هذا الهم، ازل عنا هذا الواحد، وجيب لي يا ربي الحاجه الباهيه والحاجه اللي انا نتمناها، فاكيد ربي سيستجيب. راهو فما رصد وفما اوقات ياسر باهيه وفيها استجابه عظيمه. ان شاء الله يا ان شاء الله باذن الله ربي يستجيب للناس الكل ان شاء الله يا ربي. به شنو اخر تو باش نعملوه؟ عملنا قصان الشعر
زرعنا كالشجره الصغيره هذيك دو بريفيرونس اختار تحب ياسمينه قارصه صغيره حاجه كيما قلت لك حتى ما عندكش مسك فوالا حاجه تدوم حاجه باش تكبر تبدا هكا فوالا حاجه باش تكبر باش تكبر وتمنى اللي انت هذيك فيه باش تحطها في المون المكان اللي انت حبيت عليه ولا هذيك باش يعني تستبارك بها قد ما انت هو نبتة النبات راهو يسبح بحمد الله اي طبعا انت كي تسقيها تربح فيها اجر كي تتلهي بها ربحها فيها اجر كيما اطعام حيوان والا اطعام مسكين ولا جائع الصدقات 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 ادفعوا الصدقات به مهم جدا اني باش نتخلص من الطاقه القديمه اللي من فيفري حتى اللي قبل 29 معناها قبل اكتمال القمر وقبل 29 أفريل باش نتخلصوا منها نمسحوا المرايات نتاع الدار الكل بالماء والخل باش نمسح الذاكره القديمه نتاع الناس اللي مرضت الناس كل تعدينا مرضات الناس كل دونك باش نمسح الطاقه هذيك الكل نمسح الدار الكامله بنيه اني نجدد الطاقة نحل الشبابك نحل القرآن كي نحل القرآن ونبخر الدار هو عنده قواعد شوف مدام كوثر برشا ناس يقولوا لي مثلا ننصحهم ونقول لهم ديما جدد طاقة دارك بأنك تحل القرآن وحل شبابك وبخر دنيتك وكل شيء يقولوا لي اي والله مدام شيراز لنا برشا نعملوا كي كمان نش نتيجة لكن القرآن عنده قواعد انت كي تحط القرآن ما تهزش تليفون تحكي على حتى حد كي تبدا عندك حل القرآن نحن كنسين نرميو فولار على راسنا مثلا نقعد خاشعة أخزر نعمل شي درجين مش لازم عليا أنا مثلا عندي التزامات ولا لازمني نخرج ولا لازمني نوصل صغاري مربوطين بوقت عندي وقت نقعد شي درجين نعمل لك الفولارة أنا كامرأة مثلا نرمي الفولارة ونشد سبحتي ولا بداية ونسبح استغفر الله إن شاء الله حتى الزوز ثلاثة آيات المعوذتين سيئة مع البيبين محلولين أنت جددت الطاقة هذا طاقة الصوت وأنت نفسيتك ترتاح وأنت نفسيتك ترتاح يعني القرآن عنده قواعد للتطهير أنك ما تعملش الحاجات الدنيوية وأنت مشغله القران في الدار عمل درجين وما تعمليش نهار كامل وانت تحكي على عبيد وتحكي على ولا فتنه ولا نميمه الى غير ذلك به خليني نحكي توا على احسن الاتجاهات جماعه انا خاطر بنتي باك هذيك علاش راني نتابع برشا نعاونوه ولدي ولدي جي زاده هاني وعدت قلت لها تو نجي نقول لك البيرو بالكذاب الكذا ان شاء الله يا ربي احنا ناخذ بالاسباب والباقي والباقي دعاء احنا ندعي لربي ان شاء الله هو يستجيب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله به احسن الاتجاهات نحطوا بيروات صغارنا عنا الشمال الغرب نعود نقول الشمال الغرب انت كي تقيم الصلاة هو اللي وراك بالضبط به ومن بعد عنا اتجاه ثاني باش ندخل في شهر ماي اللي هو الشرق ما عندكش انت بوصلة كي تقيم الصلاة الشرق راهو على يسارك مش على يمينك على يسارك فحط البيرو متاع ولدك ولا بنتك غاديكا حط شهادة وقت زيادة مهم جدا ليه متى ذي عندك حتين من اليوم الجمعة حتين نهار السبت بدلوا لي فوتو دو بروفيل بدل الصورة نتاع تليفونك ونتاع الفيسبوك ونتاع الانستغرام للامنيات اللي تكون مطابقه للامنيات مثلا التائهه الحائره المندره شنو هذاك كل نحيوه تحب تكتب حاجه اكتب ان شاء الله النجاح الامتياز اعمل توكيدات لروحك بصور هذيك نتاع انت لابسك الطربوشه هذيك نتاع التخرج انك انت خذيتها الشهاده هذيك في البيرو نتاعك وحط توكيدات صغيرة لصقهم في البيرو ولا في الحيط أنا ناجح بامتياز أنا ناجح بتفوق أنا لبس أنا كل شيء باش يجيني سهل يعني الصغير وحده راه خاطر هم مازالوا صغار يعني جماعة الباك يزون بزون دو سوتيان والامتحانات الوطنية ما ننساش راهو النوفيام والسيزيام وهذه الكل الحمد لله اللي في التقويم نتاع الفانك شوي الامتحانات هذه الكل باش تتعدى في أوقات جميلة جدا الحمد لله إن شاء فكل ما علينا إن شاء الله فكل ما علينا فعله أنه انطهروا الدار
نلوحوا كل قديم وكل ملقش وكل واحد، ننظفوا المرايات، نعملوا كنا نحكيوا مع هدى بوميزه قالت تنظفوا الدار، قلت لها كيكا قالت شي راهي الطاقه السلبيه تمشي كلها تمشي، ونتفائل خيرا نجد قدرة ربي فما كان الخير ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه يا شيراز، ان شاء الله يا ربي ينجح لك اللي تحبهم الكل. ان شاء الله ان شاء الله يعيشك ان شاء الله انت ناجحه، وان شاء الله ان شاء الله الصغيرات اللي توا يعديوا لا يخافوا لا يرهبوا لا حتى شيء، تعدي مرتاح إن شاء الله. والباقي على ربي ان شاء الله. ان شاء الله. نمشيو لفقرتنا اللي من بعد اللي هي إليغانس. فقرتنا إليغانس معنا ثريا صحراوي مصممة أزياء وأخصائية في الموضة. صباح النور وصباح الفل. صباح النور. صباح لاباس عليك. غيبة. أي الحب غيبة. هاك كنت ليه هي أنت؟ على غالب على غالب الفاشن ويك. فاشن ويك. فاشن ويك مازال كيف جيت ديجا الويكاند هذا. إي. زدنا نحكي لنا على الأجواء باش شاركت كيفاش كانت المشاركة. والله تعرف انا بدي شاركت ديرنيير مينوت اي معناتها عطيت البارتيسيباسيون لاكور نتاع البارتيسيباسيون تصور ثلاث ايام قبل الفاشن ويك اي وتحديت نفسي عملت تشالنج لروحي وخرجت كوليكسيون مزيانه ان شاء الله تعجبكم كوليكسيون كوليكسيون ولا كان الكادر ديزير نتاع تونس اي كادر ياسر مزيان تبل صحراء التونسية أنا أول مرة نمشيها والله أول مرة نمشي أنا أقول لكم اللي ما يعرفش الصحراء يلزم يمشي للصحراء تعرف استغلوا احنا تعرف العبيد تسافر وتحب تسافر وتقول ما فماش فلوس وكيبدلوا الفلوس عملت فواياج احنا لهنا في تونس برشا بلايص ما نعرفوها مش اعرفوا البلاد تشوفوا قديش فما بلايص مزيانين برشا اي وحتى احنا راجعين قاعدين على متمطه ياسر احلى نصورها هكاك معناتها لا ناتور اللي عندنا والمعالم الاثريه اللي عندنا حاجات هكا قديمه ياسر ياسر مزينه وفوالا عملت كوليكسيون انسبيري زاده من الناتور تي يشوفوها بيانتو يحضر ان شاء الله الروبورتاج والجو كيفاش كان؟ جيونا برشا دي ماجازين اترونجي باي ذا واي جيونا دي فرونسي دي ايطاليان دوتر مارك زاد معنا من الخارج معنا في تونس عشقوا صحرتنا اي لو كادر تي ميليك اللي من الخارج الكل يعشقوا الصحراء ويعشقوا تونس ويعرفوا البلايص دونك ايماجين معناتها جيو دي كرياتور اترونجي معنا شاركوا معنا في الفاشن ويك تونيزيان اي وفوالا سيتي اون كوليكسيون شكون من تونس المشاركين؟ انت شكون اخر؟ انا بليزيور مارك بليزيور الاكثريه هما بريت ابورتي انا بريت ابورتي دو لوكس فما انا سوريا صحراوي لا مارك نتاعي فما لافلام فما كونتاكت سفيرسيه جو بونس فما بليزيور كانت فما حاجه مزيانه كانت فما حاجه لفتت لك انتباهك خلاف الكوليكسيون نتاعك انت والله هكاك فما بيان سور فما برشا حاجات شوف برشا كرياتيفيتي ولات ولات قاعدين ننتجوا قاعدين نخرجوا في المواهب اللي فينا فما تحسن كبير في البرودكسيون تونيزيان في البارتي تكستيل سانسيرمون برشا بيدخلوا كثرتوا شنو الناس الكل ولات مهوبه الناس الكل لي معناتها اون جينيرال فما بيد الكريتيك تقول كلهم ولاو ديزاينرز توا معناتها كلهم ولاو ما مش برشا معناها وبالعكس سي سي ديفلوب سي 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 بالعكس معناتها توا قاعدين يخرجوا برشا دي ستيليست يخرجوا في المواهب نتاعهم وسي بو سي بيان حاجه محلاها وبوركوا با معناتها علاش ما نزيدوش نطوروا من انفسنا ونخلوا احنا ونخرجوا البون كوتي في تونس بوركوا با اكزاكتومون ما يسالش يا سيدي موفقه وان شاء الله ديما هكا ناجحه دونك اليوم الموضوع نتاعنا توندونس لوك ادوليسون علاش حبيت تحكي عليهم لا خاطر هما سي لا ترونش لاج دور العمر هذايا هو اللي يبدا يبني في ذاته هو اللي يبدا معناتها الانسان في العمر هذايا معناتها اون فادير من 13 اون حتىكش هذوما البري ادوليسون وحتىكش ل 18 اون وعندنا لي جون ادولت حتى لل 30 احنا ل 30 ديبي 30 بي شنو هو التوندونس نتاعهم؟ التوندونس نتاعهم انا حضرت لهم ديجا كيفاش يلبسوا لي جوب لي جوب نشوفوا في التساو فوالا ديجا لي كولور كلان لي بونتالون كارغو هما لي جون ديما ايزون بوزوان الحوايج دي كونتراكتي اي فوالا
او عندهم ديما ايزون بيزوان دافوار ان غرو ساك شوبينغ باغ هذيك الساك اللي كبير يحطوك بالبشره نتاعهم. كان يتبعوا الستيل هذايا ديجا معناتها واش تبعوا الستيل هذايا لازم يعرفوا يختاروا من التوندونس شنو اللي يمشي معاهم وشنو اللي يخرج عليهم. مشكلة العمر انا بنتي خاطر تو في العمر هذا 14 ans طبك اللوك اللي تعدي فيه انت من في اختيارات زاد عندها هكيكا انت تعمل معها شوبينغ كي تمشي تقضي بنتك مانيش فرد ذوق انا مخي بقي انا نحب الروب ونحب هكا الروب محلاها ولا حتى لي روب زاد لي روب لي فلور كان عندهم باغ اكزومبل اون اوكازيون تلبس هكا اين غب تقنعهم في العمر هذيك يحبوا يختاروا وحدهم تقنعهم تقنع بحاجه وما عندهم راي عندهم شخصيه عندهم شخصيه صحيح اما كي توسع بالك صغير توسع بالك معاه وتنصحه وتقول له باغ اكزومبل هذا يواتيك على خاطر هكا على خاطر عمرك المكياج هذا بنتي ما تعملوش ماهوش في المستوى ما وصلنيش المكياج ما فهم يعملوا هكا بتي ماسكارا بتي جلوس هذيك مزال مي هذيا التوندونس نتاع لي بونتالون والحاجات اللي هما كونفورتابل لي بونتالون كارغو كلهم هكاك لي يلبسوا برشا لي كروب توب توا لي جون كروب توب كي تلبسوا مع حاجه تاي اوت ما تمش ما يبديش شويه ما فماش الكتوش فولغاريتي اي اي فهمتني ما لازمش الصغير ولا الجون ادوليسون يتيح في البيج نتاع الاكسترافاغونس في اللوك يلبس حاجه تشوفهم ساعات يلبسوا حاجات اكبر من عمرهم انا ما نحبهاش انا من اللي فات نعمل في بوز بجنبي امراه جايبه بنتها صغيره طفله فوزون نقولوا معناتها خاصه الحكايه هذه معناتها ديجا سي با بون بور لا بو سي با بون بور معناتها كمظهر ماهوش لايق ماهوش حلو فهمتني مش مزيان لا في العمر هذيك الفوزانغل والحاجات هذيك يعملوا هما فرحانين لكن مش حلوه مش مزيان ولا ايفيتيمون شوفوا حاجات اخرين هذا بوغ لي غارسون اللي طالعين توا لي كوستيم افيك دي كولور هكايا ولي باسكيت ماش محصوره البلازير والبنطلون بوزي مع دي شوسور بوزي دي كونتراكتي يلبسوا معاهم دي باسكيت حكيت لهم ديجا جاستن بيبر معناتها من الفيموز المعروفين شوف كيفاش لابسين والست الست خارجين نجم يلبس هكاك شوميز مع بنطلون اي وهذوما فور افري داي ستريت ستايل لوك يحبوا لي زادوليسون لي ميساج في لي تيشيرت يحبوا ديما يلونس ان ميساج على شخصيتهم يحبوا ديما الحاجات الامبريمي اللي فيهم كلام دونك سا سي ان بون لوك بور لا جورني الهاي سوكس لي شوسيت العالين طالعين مع لي شوسور افيك دي سومي زاد سي بو محلاهم حتى احنا لبسنيهم هذوكم قبل بل توك رجعوا لهم اليوم هما سي بو حلوين برشا حتى انا يعجبوني هذوكم نجم نصيحه كل صباح شكون هذوما هذوما اللي كي يبدا فما مناسبه شنو هو ننصحهم اللوك اللي يختاروا لي بتيت روب كاين يرو بتي بري لي بتيت روب فلورال احنا شوف احنا اون سبيرمي معناتها نصغروا روحنا شويه نلبسوا الحاجات هكا تويتي معناتها يخرجوا معنا وهما كيف لي زادوليسون او ليو دو باش يكبروا رواحهم يمشيوا الحاجات اللي تكبرهم دي تونيو لي تالون ايكوي ما سي با كونسي بور فهمتني حاجه تاعك كومبونسي تالون العمر هذيك يحبوا يقولوا لهم عمرهم اكبر فهمت يعطيك الصحه يحبوا تلقاهم يحبوا في ساعه يكبروا رواحهم دونك 14 يحبوا يقولوا 16 حتى 18 معناتها 18 سي تو ريست معناتها جون ادولت مش اون فام بوزي فهمت دونك التوندونس متواصله كيما عم ناول وكيما ولت عم ناول مازالت متواصله حتى اللي حطيت لي جوب لارج طالعين بالكدا بالبيتي بوا سو كي توندونس دونك تصوير فيها لي جوب كلوش هكا فلويديتي افيك لي كروب توب لو بتي ساك لي صندال لا سوميل عالين لي صندال نتاع سيف توا كولوري بالروج وبال معناتها هكا بتيت كريتور ولا لي بتيت باتش هكا كل ديزاين لوغو ولا فهمت حاجه هكا كلها فريش للصيف بي اوكي يعطيك الصحه يا سيدي الصحراوي في الكوليكسيون تاعك قريت حسابك الترونش داج الترونش هذه والله المره الجايه ان شاء الله فما كيلكو بيس اللي نجموا معناتها تلبسها
جون ادولت باغ اكزومبل مش لي بري ادوليسون اللي من 13 وال 14 خاطر عملت حاجات فريش باللي فلور كولوري وعندك في الكوليكسيون تاعك خاطر حسب الكرون تاي بسور كوموند هذيك من بعد احنا تو نعملوا بروتوتيب نعملوا نموذج ومن بعد نخرجوا لي تاي الكل فوالا ميرسي بوكو نهارك زين نهارك اسعد الايام نخرجوا بوب وهنا راجعين